احنا كل سنة بنستنى 15 رمضان وقبل 15 رمضان، ده بالنسبة لنا ده العيد. انا باجي المائدة مع ماما واخواتي. السنة بتخلص بنحضر السنة اللي بعديها، الناس كلها فرحانة ومبسوطة. بيوم سعيد بنستناه جامد جدا من السنة للسنة. رمضان شهر الفرحة للكل، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. احنا هنا بقى افطار المطرية، ده اكبر فطار على مستوى مصر كلها. طبعا ده الفطار رقم 9، هم عاملين ده بقالهم 11 سنة بس توقف سنتين عشان كورونا. بيجي لك ناس من بره، بيجي لك ناس من جوه. حقيقي احنا هنا مش الفطار مش مقتصر على المطريه بس، او احنا هنا في منطقه عزبه حماده، لا احنا عندنا ضيوف من الدول العربيه. عندنا ناس جايه من السعوديه ومن الامارات ومن المغرب ومن الاردن، كل دول جايين عشان خاطر يحضروا اليوم معانا. احنا ما شاء الله اللهم بارك عندنا اقل حاجه 5 قطاعات، الميديا والتجهيزات والمطبخ والاستقبال اللي هو احنا واخواتنا الصغيرين اللي هم الطيارين. اليوم ده كده تحس ان يوم فرحه كده، صح؟ انا بالنسبه لنا على ابو الدهب هو ده فرحتي، خلاص انا عيدت ورمضنت وخدت العيديه كمان. نحن هنا في قسم الزلابية، كل الزلابية دي مجهود شخصي ليكم؟ الكل بيساعد فيه. اليوم ده بالذات بالنسبة لك ايه؟ فرحة. يوم فرحة. فرحة هو اللي جابه اهو، قال يوم فرحة لوحده. فرحة. انا هسألك سؤال، لو جاوبتيه هنديك كوبون كده ب 500 جنيه هتشتري بيه حاجات من السوبر ماركت يعني. اكلت امبارح؟ محشي عنب، فراخ، ملوخية. طب ما تجيب انت كوبون بقى. ده كوبون تشتري بيه زي ما هو. خليكم المصري يا رب. عملت كام حله النهارده؟ عملت 3 حلل. 3 حلل؟ ده كوبون 500 جنيه تروح تجيبي بيه من اي حاجه من السوبر ماركت. دول 3 اشتراكات لمده شهرين لمنصه ووتشز، فانا عايزك تديهم لاحسن 3 عندك. ده كارت ب 500 جنيه تجيبوا فيه بعض الحاجات للزلابيه. اخر مره رحت فيها المدرسه امتى؟ المدرسه من اسبوعين عشان عيد. اسبوعين؟ ده كوبون 500 جنيه تروحوا السوبر ماركت تجيبوا فيه، هاتوا فراخ. يعني اخر مره جيت فيها المنطقه دي امتى؟ لا ده انا ديلي من 5 سنين في المنطقه دي. ده كوبون فيه ب 500 جنيه بضاعه تروح تاخدها من السوبر ماركت. رمضان شهر الفرحه، كل سنه وانتم طيبين.